يعني مش هاكل قمر. الحمد لله. فريق الشارع كبير بدأ برضه. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، عندك صوت أخويا فيصل؟ نعم. ما تخش تعطيني إشارة أنت. شحال يخدم البث؟ إن شاء الله نشوفه. حاول ما نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم متابعينا الكرام، متابعي صفحة كورونا أفضل استثمار للباقين في الدار وللقاعدين في الدار. ولصفحتي الخاصة. مرحبا بكم جميعا. اليوم موضوعنا هو موضوع في غاية الأهمية، سنتكلم عن موضوع حجر تربوي هادف، كان هذا هو العنوان. ولكن خلوني في البداية أركز على واحد الكلمة اللي دخلت جديدة في مصطلحاتنا في هذا الوقت بالذات، وهذه الكلمة هي كلمة حجر منزلي. ولا شك أن كل كلمة يتكلمها الإنسان ويتكلمها كثيرا أو تتراود كثيرا بين الناس، هذه الكلمة راح يكون عندها أثر نفسي وراح تصحبها مشاعر، والمشاعر تنجر عليها سلوكيات. لذلك كلمة حجر منزلي ربما أثرت سلبا من جانب النفسي على كثير من الناس، بحيث أنه شافوا أنهم مضطرين للبقاء في البيت وليسوا مختارين، أنهم مضطرين. ومع الاضطرار يحس الإنسان بالثقل ويحس بالشقاء ويحس بأنه محجور ويحس بأنه أجبروه أنه يبقى في البيت. لذلك خلينا نغير كلمة حجر منزلي في أذهاننا فقط أو في عينينا فقط، ونشوفوها هي حجرة منزلية. حجرة منزلية، حجرة، أنت في بيتك عندك حجرة، ولكن هذه الحجرة شحال وهي متوحشاتك، شحال هذه الحجرة وهي مشتاقة لينا، مشتاقة أن نجلسوا فيها، مشتاقة أن نعود نعمروها بالدفء والمحبة كما كانت من زمان. شحال أولادنا مشتاقين أن يجلسوا معنا ساعات وساعات. شحال زوجاتنا هم مشتاقين أن يكون زوجها أمامها وحاضر معها يوم كامل ويعمل معها ويكون يعني واعي وحاضر معها. بيوتنا مشتاقة كثيرة لينا. فمن فضل الله عز وجل علينا في هذا الوقت بالذات، من فضل الله ثم من فضل كورونا، أن أرجعتنا إلى بيوتنا وأرجعتنا إلى ربنا وأرجعتنا إلى صلاتنا وأرجعتنا إلى مصحفنا وأرجعتنا إلى الدعاء وما أدرك ما الدعاء، وأرجعتنا إلى بناء العلاقة مع أولادنا اللي هما أولى الأولويات في الحياة. ضيعنا أولويات كثيرة، مشينا في الإنجازات الخارجية، مشينا في المشاريع الخارجية، ونسينا أكبر مشروع اللي هو مشروع بناء الأسرة. نسينا أولى الأولويات اللي هي اللي تبنينا المجتمع، والأسرة لا يمكن أن تبني المجتمع إلا إذا احنا بنينا الأسرة، إلا إذا احنا مارسنا ممارسات معينة من شأنها أن تبني هذه الأسرة. ما راحش نطول عليكم في المقدمات، ولكن قبل ما نبدأ ونتكلم في الموضوع الأساسي، خليني أقف تحية إجلال ونعطي أرسل كل التحية للإكبار وتحية الامتنان والشكر والافتخار لمن هم في الصفوف الأولى من الأطباء والممرضين والسلك الطبي ومن السلك الأمني ومن كل المسؤولين ومن كل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية اللي راهي تقاوم هذا الوباء
وراهم كل واحد على قدر إمكانيات اللي عنده، كي الناس راهي تبذل قصارى جهدها علما ومعرفة وجهدا ووقتا ومالا، وكاين منفقين وكاين شعب وجمعيات ومجتمع مدني، كل من بذل جهدا صغيرا في التوعية، في نصرة خاوته، في علاج، في بحث، في معلومات يرسلها، في توعية الناس، إن شاء الله ربي عز وجل يبارك فيكم ويبارك في جهودكم، ويحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ بلاد المسلمين جميعا. راح نتكلم على ممارسات خاطئة تمارس عند كثير من الأسر اليوم بمناسبة جلوس الأسرة في البيت، وممارسات صحيحة اللي هي عبارة عن بدائل. نبدأ بالممارسات الخاطئة اللي شاعت اليوم كثيرا في بيوتنا. اليوم لما مجرد ما عرفوا القنوات والأجنبية وغيرها، عرفوا المواقع أيضا، عرفوا بأن الأسرة المسلمة في الغالب موجودة في البيت، الأسرة العربية بالخصوص موجودة في البيت، وعرفوا بأن الناس اليوم هم عاودوا رجعوا لبيوتهم مع أولادهم وهم جالسين مع بعض. فهل راح يخليونا انه راح نعاود نبنيو علاقتنا الزوجيه بطريقه صحيحه؟ هل يعطونا فرصه ان نعاود نصحو علاقتنا مع اولادنا؟ في هذا الوقت بالذات سبحان الله الناس تتكالب وتتسارع على شغل اوقاتنا بامور اخرى. قنوات كثيره وربما تتابعوها عربيا، قنوات كثيره قررت مجرد ما سمعت ان الاسره صارت في البيت اليوم، لا لا ابدا ما اعطوهمش فرصه يصحوا علاقاتهم يعيشوا مع بعض. خلينا نعود نرجع لهم البرامج الرمضانيه. قنوات كثيره قررت ان تعيد بث المسلسلات اللي كانت تبث في رمضان، وقررت ان تعطي شبكه برامجيه قويه جدا، ليس هدفها فقط ان تشغل اوقاتنا او تملأ اوقاتنا بما ينفع، ولكن الهدف ان تصرفنا عن اولى الاولويات، ان تبعدنا عن بناء الاسره، ان تبعدنا عن الطفل الذي يحتاجنا أكثر مما يحتاج إلى التلفزيون، وأكثر مما يحتاج إلى الألواح الإلكترونية وإلى الهواتف الذكية. لذلك هي تكثف برنامجها يوميا، مواقع إلكترونية الآن صارت مجانا، تحميل البرامج مجانا، تحميل الألعاب الإلكترونية مجانا. لماذا هم يريدون أن يشغلوا أوقات الأولاد بعيدا عنا بالألعاب الإلكترونية، ويشغلونا نحن الكبار بالمسلسلات بعيدا عن أولادنا؟ التحدي الحقيقي اليوم إخواني الكرام الذي يفرض علينا، وليس اليوم بل فرض علينا بالأمس ويفرض علينا اليوم وسيفرض علينا في الغد، من يربي بطريقة صحيحة اليوم هو من يملك العالم في الغد. فعلينا أن نستغل هذه الفرصة. أنا أقول لكم أنه من فضل الله عز وجل علينا، ثم من فضل كورونا، أننا خرجنا من الغبن. يعني اليوم نحن لسنا مغبونين. علاش لسنا مغبونين؟ قل لكم علاش. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. وش هما النعمتان هذو يا رسول الله؟ قال: الصحة والفراغ. الصحة اللي موجودة اليوم تلك تشوف فيها وكامل اللي معاك، الصحة اللي عندك هي نعمة، ربما لم تتوفر من قبل، أو ربما تعبت أحيانا. والفراغ اللي عندك اليوم هو النعمة الثانية، وقلما يجتمعان. يعني أحيانا أنت تضطر أنك تجلس في البيت، علاش؟ لأنه عندك سمانة مرضي مريض، فتجلس في البيت وانت مريض، فتفقد الصحة ولكن عندك الفراغ. وأحيانا تكون انت صحيح ولكن ما عندكش الوقت. قلما تجتمع هاتين النعمتان، وقد اجتمعت علينا اليوم، فماذا نفعل إخواني الكرام؟ هل نستغلها في بناء علاقاتنا مع أولادنا، في حين أن بناء العلاقة مع الطفل تساوي 70% من التربية؟ 70% من التربية هي بناء العلاقة مع الطفل. هل نستغل هذه الفرصة لنبني العلاقة مع الطفل، أو نضيع هذه الفرصة كما ضيعنا فرصا كثيرة؟ والله يا أخوتي، أولادنا ما يقدرونش يفهموا كيفاش احنا متاحين في نفس الوقت غير متاحين. ما يقدرونش يفهموا كيفاش بابا قدامي في نفس الوقت ماهوش أمامي. ما يقدرش يفهم كيفاش يما راهي الآن موجودة في البيت وفي نفس الوقت هي مشغولة عني. لأن الطفل يرى نفسه أنه أولوية، هو شايف نفسه حاجة كبيرة. هو لما يجي ليك وتقول له روح أنا مشغول بالهاتف، هو الآن يعني يشعر بإهانة، إهانة لهذا الشخص اللي أعطاه لنا ربي وسماه فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. عبركش معناها فتنة؟ معناه هما شابين بزاف وحلوين بزاف وملاح بزاف وهايلين بزاف، لدرجة أنه يفتنونا على ديننا، يفتنونا على صلاتنا، يبعدونا على قرآننا، يبعدونا على. ولكن اليوم سبحان الله صارت الدنيا أصلا بعدنا عليهم، هما اللي هما فتنة. صارت الدنيا بانشغالاتها بهمومها، صار الفيسبوك يبعدنا عليهم، صار هواتفنا تبعدنا على أولادنا اللي هما ربي خلقهم فتنة باش يفتنونا، باش يبتلينا ربي عز وجل بهم. ولكن سبحان الله هذه الغاية لم نصل إليها إلى الآن.
لذلك إخواني الكرام، قررنا أنا وأنتم جميعاً أن نستغل هذه الفرصة وجودنا في البيت. وأنا طيلة هذا الأسبوع ما حبيتش نتكلم، حاولت لقيت واحد البرنامج هذا مقترح لبرنامج، وقبل ما نتكلم في هذا البرنامج جربته أنا في البيت مع الأولاد وأعطى نتائج رائعة جداً مبهرة جداً، بحيث أنه شعرنا ككبار بالراحة، شعروا هما كصغار بالراحة، شعرنا بالاستمتاع، شعروا هما بالاستمتاع، وعشنا أوقات ممتعة جداً، ونحمد الله عز وجل على ما أعطانا. طيب هذا البرنامج هذا راح الهدف منه هو تغذية 5 أركان في الإنسان، هو تغذية روح الطفل، هو تغذية النفس عند الطفل، هو تغذية الوجدان، هو تغذية أيضا العقل، وتغذية الجسد. هذا البرنامج هذا هو برنامج مقترح فقط، ولكم كل المرونة في التعامل معه، يعني ممكن تزيدوا فيه، تنقصوا فيه، تعدلوا في الأوقات، لا يهم، ما يهم هو الفكرة كفكرة، تحاولوا أنتم تطوروها وتقولبوها على أساس الأسرة ديالك والوقت المتاح اللي عندك وأعمار أولادك، وهذا مهم جدا أنه تكيفها على حساب الأعمار. إذا الممارسات الخاطئة اللي كنا نمارسوها هي أنه نترك أولادنا مع التلفزيون، مع الرسوم المتحركة، مع ما فيها من قيم، مع ما تغرس عفوا من رسائل سالبة جدا وسلبية جدا في نفوس وشخصية أولادنا، أو كنا نتركوهم مع الألعاب الإلكترونية وما فيها من مآسي وما فيها من اضطرابات نفسية تكون هي السبب الوجيه في إحداثها من صعوبات التعلم، ضعف الانتباه، ضعف التركيز، ضعف التذكر عند الأطفال، موت خلايا في الدماغ بسبب الألعاب الإلكترونية العالية جدا، يعني في رفع ذبذبات الدماغ. إذا كل هذا جعل الطفل يعاني، وجعلنا ككبار نعاني أيضا في التعامل مع هؤلاء الأطفال. البديل الأول اللي احنا نعطيه لكم، اللي لازم نطبقوه، أنه لازم نكونوا حاضرين يا آباء يا أمهات في هذا الوقت بالذات، استغلوا الفرصة وكونوا حاضرين مع أولادكم. كي نقول حاضرين، مش حاضرين جسديا فقط، ووقتنا كله مع الهواتف النقالة، وقتنا كله مع الأخبار، دعوكم للأخبار إخواني الكرام. يعني شوف، ربع ساعة صباحا، ربع ساعة مساء، اقرأ فيها شوي أخبار، تابع فيها الجديد، وخلي وقتك كله لطاعة ربي عز وجل، للدعاء، لبناء علاقتك مع زوجتك، لبناء علاقتك مع أولادك. والله هذه الفرصة إخواني الكرام من الصعوبة أن تتكرر، يعني صعب جدا أن تتكرر، عشنا سنوات وما جاتناش فرصة كما هذه. يعني خلينا نحولوها إلى فرصة ونستثمرها بطريقة صحيحة، ونخرجوا منها، من هذه الأزمة، احنا أقوياء أكثر، أقوياء في شخصيتنا، أقوياء واحنا تعلمنا مهارات، أقوياء واحنا تعلمنا الصبر، أقوياء واحنا بنينا علاقة قوية مع أولادنا، أقوياء واحنا بنينا علاقات زوجية قوية، احنا أقوياء واحنا عاودنا راجعنا علاقتنا بربي سبحانه، وعاودنا تبنى لربي ورجعنا ليه وبنينا علاقة قوية. خلينا نخرج من هذه الأزمة واحنا أكثر قوة وأكثر مهارة، وعلاقتنا الزوجية أسعد وأحسن مما كانت من قبل. خلينا نعالج عيوبنا، نعالج أخطائنا، خصوصا في جانب الأسرة والتربية. إذا أول حاجة لازم نكون حاضرين، مش جسديا، جسديا وروحيا ونفسيا مع أولادنا. وهذا البرنامج باختصار اللي هنقدمه كما قلت استعملوه بكل مرونة. نبدأ أولا افتراضا أنه صلينا الفجر الصبح جماعة، ثم بعد ذلك قرينا أذكار الصباح، ثم رجعنا إلى النوم بعد ذلك. نفترض أن البرنامج هيبدأ من الساعة 10 صباحا. البرنامج اللي درته هنا يبدأ تقريبا من 10 إلى 11 ليلا، من 10 صباحا الى 12، هذو ساعتين راح تكون جلسه ايمانيه. هذه الجلسه نبداوها في الساعه الاولى، عندنا 4 ساعة الاولى هي لقراءه ايات من القران الكريم، نديروا جلسه الاب والام والاولاد مع بعض، ونفتحوا مصاحفنا ونقراوا القران الكريم، اما قراءه اما حفظا، يعني انت حر، اما تبدا تقرا الاولاد بعض الايات ليحفظوها، او قراءه فقط لتصحيح الترتيل، ويبداوا يتعلموا يقراوا من المصحف 15 دقيقة. بعد ذلك عندنا نصف ساعة في مسابقة ثقافية، نديروا أسئلة نصف ساعة، ربما تكون الأسئلة في أوراق، نغلقوا الأوراق ونحطوها، وكل واحد يأخذ ورقة ويطلع له سؤال ويجاوب فيه، وربما تكون تكريمات بسيطة، يعني حلويات، أشياء هكذا، نكرموا بها الأولاد اللي فازوا في هذه المسابقة الثقافية.
بعد نهاية المسابقة الثقافية اللي تدوم نصف ساعة، ناخذ 15 دقيقة بعد ذلك راحة فري، يعني مفتوحة، برنامج مفتوح 15 دقيقة. هكذا نكون كملنا أول ساعة، 15 دقيقة قرآن، ثم نصف ساعة مسابقة ثقافية، و15 دقيقة بعدها راحة. الساعة الثانية اللي هي من 11 ل 12، هذه الساعة الثانية راح تكون في قصة من قصص السيرة النبوية، يعني ناخذ السيرة النبوية ولكن نحكوها كقصة، ما نقراوهاش كما نقراو احنا كبار من الكتب، وإنما ممكن تفتح كتاب السيرة النبوية وتقرأ أنت وتحول القصة أو تحول ما تقرأه إلى قصة يهتم بها الأطفال ويستطيع الأطفال أن ينتبه إليها وأن ينتبهون إليها وأن يتابعوا معك هذه القصة. هذه القصة تدوم نصف ساعة، بعد نصف ساعة من هذه القصة اللي نحكيها نفتح بعدها نصف ساعة لمسابقة أسئلة حول القصة هذه. كملنا الأسئلة بعدها نقول للأولاد شكون فيكم يقدر يعاود لنا القصة. نعلم الأولاد الجرأة الأدبية، نعلمهم التعبير الشفهي، نعلمهم أيضا أنه تكون عندهم ثقة في أنفسهم، لأنه بعد ما يحكي لنا القصة مهما حكاها لنا بالطريقه اللي حكاها لنا، تذكر ما تذكرش راح نصفقوا عليه وراح نشكروه وراح نمدحوا ما تكلم به، فراح نغذيه حاجيات نفسيه كثيره من خلال هذه الجلسه الاولى اللي هي جلسه ايمانيه من 10 ل 12. وصلت 12 الان، الام تقول لك انا لازم نروح نجهز الغداء لاولادي. نقول لها ماشي مشكله، عندنا هنا اقتراحين. الاقتراح الاول انه الام تروح للمطبخ تجهز الغداء، والاب يبقى مع الاولاد يديروا نشاط، مثلا اعمال يدويه او اشغال يدويه، يجيبوا الالوان والاوراق وكل واحد ياخذ حاجه يرسمها ولا يديروا اشغال مع بعض، او انه الاولاد مع الاب والام جميعا يروحوا المطبخ، وهذا انا اعتبره احسن، يدخلوا جميع المطبخ يستشيروا مع بعض وش نطيبوا اليوم، بعد ما اتفقوا على وش يطيبوا اليوم يقسموا المهام ويديروا عمل جماعي، واحد ينظف حاجه، واحد ينقي حاجه، واحد يجهز حاجه، واحد يطيب حاجه، واحد يحضر حاجة، مع بعض نعمل عمل جماعي، وهذا العمل الجماعي مهم جدا داخل أسرة الطفل، يشعر فيه بالانتماء لهذه الأسرة. الطفل لما يقوم بحاجة ونمدحه عليها من خلال هذا نقدر نرسل رسائل كثيرة، نقول شكون اللي رزقنا بهذا الخضر هو ربي سبحانه، وش لازم نقول ربي سبحانه لازم نشكره، نقدر نبعث رسائل علمية، هذا الخضر وش فيها والفواكه هذه وش فيها فيتامينات وما فائدته على الجسم، هي رسائل علمية. نقدر ندير عمل جماعي قوي جدا بحيث أنه نغذي الوجدان ونعلم الطفل كيفاش يخدم داخل مجموعة، وأنه العمل هو عمل مجموعة وليس عمل فرد واحد، ومهارات كثيرة كثيرة جدا يمكن نطبقها. في الغالب عادة احنا وش كان عندنا؟ كان عندنا الأم تروح للمطبخ وتخلي أولادها هما يلعبوا، وهي تتقلق وتبدأ هي تعيط، وهما يبدأوا يعيطوا وتروح تضرب وتعاود تولي، ولا هي خدمة شغلها ولا هي قدرت تكون مع أولادها. فالأولى أنه تجيبهم يحسوا هما بالإنجاز ويشاركوا معاك ويحسوا بالانتماء، ونلبي احتياجات كثيرة ونربحوا وقت أيضا. هذا بالنسبة للجلسة الثانية، الجلسة الأولى جلسة إيمانية، ثم جلسة لتحضير الغداء والغداء، وتنتهي هذه الجلسة بعد ساعتين تقريبا، ثم بعد ذلك عندنا صلاة الظهر، صلاة الجماعة، ومن الأفضل أن يؤم أحد الأطفال، يعني نشوف واحد من الأولاد هو اللي نقدموه يصلي بنا صلاة الظهر، وبعد الصلاة نشكره ونسلم على بعض. تعلموا شوف خوتي، بعيدا عن هذه الأزمة اللي عايشينها في حياتنا اليومية، كل ما تصلي وكل ما تصلي انت اختي لك تسمعي فيا، كل ما تصلي بعدها السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم، عيط لاولادك كامل وعنقهم وسلم عليهم وعبر لهم عن حبك لهم. لماذا؟ حتى نربط بين هذه الرحمه وهذا الحب، ونربطوها بماذا؟ بفعل الصلاه وبممارسه الصلاه وبمكان الصلاه وبوقت الصلاه. وهذا الطفل يولي الرساله اللي وصلته انه الاب لما يصلي يكون احسن اب في العالم. هدوء، حب، مشاعر، عاطفة، تقبل للأطفال، والأم لما تصلي تكون أحسن أم في العالم. خلينا نروج للصلاة، نروج لهذه القيم الرائعة جدا من خلال هذا المنطلق، نعرفوا آباء وأمهات يكون يصلي ويكون أولاده يلعبوا، مجرد ما يكمل الصلاة يحكم أولاده يضربهم، يعطيهم طريحة على ظربية الصلاة، وهو أدام قال السلام عليكم السلام عليكم يبدأ يضرب أولاده مباشرة، كأن الطفل يعني بلسان حاله يقول هذه الصلاة لتنهى عن الفحشاء والمنكر، ألم تنهك صلاتك عن ضرب أولادك مباشرة؟ ويكون الرابط سلبي جدا، فالطفل يولي مجرد ما يوقف في مكان الصلاة يستحضر عقله المكان الذي ضرب فيه وأهين فيه، والمكان الذي ربما تعرض فيه إلى إهانة أو ضرب أو شتم وغيرها.
إذا قلنا صلاة الظهر جماعة، والأحسن أن يؤم بعض الأطفال إن كان متوفرا، وبعد ذلك تكون قيلولة من ساعة إلى ساعة ونصف، يعني يلتزمون في أماكنهم، لا تلفزيون ولا شيء، ممكن يبقوا يحكيوا مع بعض ما عنديش مشكل. فإذا ناموا الحمد لله، والأصل أن يناموا، وإذا ما ناموش ما عندناش مشكل، المهم هو وقت ساعة أو ساعة ونصف تكون للقيلولة. بعد ذلك صلاة العصر جماعة أيضا، والأفضل كما قلنا أن يقدم أحد الأطفال. ثم بعد صلاة العصر نروح لأنشطة رياضية وألعاب حركية. الصباح كان جلسة إيمانية وإحنا جالسين وعملناها، الآن لا، أنشطة رياضية، نقوم نديروا حركات رياضية، نديروا منافسات في السرعة، في السباق، في القوة، ألعاب حركية كثيرة موجودة، يعني مجرد ما تدخل على جوجل وتكتب ألعاب حركية أو أنشطة رياضية، ما شاء الله ستجد العجب ما تستطيع أن تنفذه مع أولادك، ولمدة لا تقل عن ساعة، ساعة ونصف. بعد ذلك، بعد ما أنهينا هذه الأنشطة، الساعة الآن صارت حوالي 5:30، هنا عندنا نصف ساعة للتلفزيون. نصف ساعة للتلفزيون، وأنا من البدائل التي أقترحها، دعونا من القنوات الحديثة اليوم، عودوا حاولوا ترجعوا من خلال التلفزيون أو الكمبيوتر حتى، أو الأجهزة التلفزيون الذكية اللي تفتح مباشرة على الإنترنت، حاول ترجع إلى الرسوم المتحركة القديمة التي كانت تبث في وقت التلفزة الواحدة، لما كان عندنا قناة واحدة. لما كان عندنا قناة واحدة كانت كل بلد عربي عنده قناة، والقناة هذه ما كان عندها لا سبونسور ولا ميزانيات ولا نسب مشاهدة، كانت تشاهدها بسيف عليك، ولما تشاهدها بسيف عليك كانت هي الوحيدة اللي تبني الرأي العام، وكانت هي الوحيدة اللي تغرس القيم في نفوس الأطفال. لذلك كانت البلدان المشرق العربي بالخصوص اللي كانت تترجم الرسوم المتحركة من اليابان وغيرها من البلدان، كانت لما تعرض دير الترجمة الحرفية أو ترجمة المعاني كانت تعرض على خبراء تربويين وخبراء في مجال التعليم وتربية الأجيال، وكانوا يصححوا كثير من النصوص، وكانت تعطي قيم ممتازة ورائعة جدا. فنصف ساعة تلفزيون، الأحسن والأفضل والأمثل أن نرجع إلى الرسوم المتحركة القديمة التي كانت تبث في سنوات السبعينات والثمانينات وبداية التسعينات، قبل بداية القنوات الخاصة، وقبل بداية المنافسة، وقبل بداية أنه ما يهمهم فقط هو نسب المشاهدة، لا يهم الرسائل التي ترسل السلبية التي تدمر ربما عقيدة أو إسلام الطفل وتدمر منظومة الأخلاق والقيم عنده، صار الآن لا يهم إلا نسب المشاهدة العالية للأسف. لذلك الرجوع فضيلة إلى هذه الرسوم المتحركة القديمة التي كانت تبث على القناة الوطنية. قلنا نصف ساعة تلفزيون لا نزيد عليها، بعد نصف ساعة تلفزيون نكون اشترطنا من قبل الطفل يحترم الاتفاق المشروط. مشكلتنا أن نخلي أولادنا مع التلفزيون بدون أن نشترط عليهم، هو ياخذ تليكوموند ويشعل التلفزيون ويبقى جالس معاه، لو هو شاهد التلفزيون 5 ساعات كاملة وجينا احنا وقلنا له خلاص حبس التلفزيون، يقولنا دوما بديت، وربما يبدأ يناقش ويحس بالحرمان إذا طفينا له التلفزيون. لذلك من البداية قبل ما يبدأ يشوف تلفزيون، تتفق معه على الوقت، كم تريد؟ ساعة؟ قال لا، ساعة بزاف، عندنا برنامج، أنا عندي ألعاب ألعبها معكم، نصف ساعة كافية. لما نتفقوا على نصف ساعة نعطي له بعدها فرصة أنه يشاهد التلفزيون، ونفتح له التلفزيون ونخليه أمامه. نصف ساعة نكون اتفقنا عليه مسبقا، والطفل كما قلت يحترم الاتفاق المشروط. بعد ذلك وصل وقت المغرب الآن، نصلي المغرب وندعي وندير جلسة دعاء بعد المغرب، ونقرأ صفحة أو صفحتين من القرآن، وبعدها نروح ساعة إلى الألعاب الإلكترونية. الألعاب الإلكترونية كاين ألعاب ممنوعة، يعني هذه لا نقاش فيها، كما ألعاب السرعة والمطاردة، كما الألعاب اللي فيها قتل، كما الألعاب اللي فيها السرعة. لماذا؟ لأنه ترفع ذبذبات الدماغ بسرعة عالية جدا، بحيث ممكن أن تموت بعض الخلايا في الدماغ، فيفقد الطفل الانتباه ويفقد التركيز ويفقد التذكر ويبدأ يعاني من اضطرابات نفسية. لذلك نبتعد عن هذه الألعاب. الألعاب المسموحة ألعاب رياضية، ومسموحة بوقت معين، ومسموحة بشرط، وهو أن لا يكون وحده، مش ما نعلموش الطفل أن ينعزل عن المجتمع ويبقى مع اللوحة الإلكترونية أو مع الهاتف بعيداً عن المجتمع وبعيداً عن الناس، لا، يبقى يلعب دائماً مع أخوه، يلعب مع العائلة، باش يبقى دائماً هناك تواصل اجتماعي وذكاء اجتماعي في التعامل مع حتى مع هذه الألعاب.
فقلت الألعاب الإلكترونية تكون ساعة، الألعاب إما الرياضية أو الألعاب اللي تنمي الذكاء حقيقة، وهي تطبيقات كثيرة موجودة اليوم مثل تطبيق شعلة مثلا على سبيل المثال، تطبيق وصلة في الذكاء اللغوي، تطبيق كراش كلمات ممتاز جدا، مثلا التنجرام، مثلا من سيربح المليون، وغيرها من الألعاب الكثيرة الممتازة اللي ممكن من خلالها حقيقة ننمي الذكاء وتكون مع الأسرة مع بعض يمارسوا هذه اللعبة مع بعض. بعدها صلاة العشاء، وبعدها العشاء، أو ربما يسبق أحدهما الآخر لا إشكال في ذلك، ويكون هذا فترة ساعة كاملة. ثم تبدأ الجلسة الأسرية من 10 أو 9:30 إلى 11، تكون جلسة أسرية. هذه الجلسة الأسرية مفتوحة، نحكو فيها قصص يعني كآباء وأمهات، قصصنا وإحنا صغار، نحكو فيها تجارب الحياة، نحكو فيها نكت، نديروا فيها ألغاز، نديروا فيها جلسة كلها حب كلها مشاعر، نلتقي وننظر في وجوه بعضنا. والله يا خوتي كاين أسر يشوفوا في أوراق الامتحان ثم يشوفوا في صفحات وجوه أولادهم، كاين أسر للأسف ربما لا يلتقون بالطفل أبدا، يعني كاين ناس يعني الطفل ما يهم عنده هو إنجازاته، هو ما قام به، هو الامتحانات، هو الفروض اللي أنجزها، هو الأعمال اللي قام بها. حان الوقت لنرجع ونصحح الكثير في حياتنا، حان الوقت لنبني علاقات أسرية صحيحة. وقلت لكم سابقا وأعيد أن بناء العلاقة في التربية هو 70% من التربية. بعدها قصة ما قبل النوم، ولما توصل ساعة تقارب ال 11، 11 4، 11 10، نحكي هذه القصة اللي فيها قيم كثيرة وتغرس قيم، وكل يوم نجيب قصص جديدة، ربما تكون قصص من السيرة، قصص للصحابة، أو قصص اللي فيها حكمة وعبرة، ونحكي القصة ونختموها القصة بقيمة نريد أن نغرسها في ذلك الليلة في ذلك اليوم. وينتهي هذا اليوم المميز جدا اللي من خلال هذا اليوم غذينا الروح في الجلسة الإيمانية الأولى، وغذينا الجسد ما بعد العصر في النشاطات الحركية والألعاب الحركية، وغذينا العقل وبالأنشطة المسابقة الثقافية، وغذينا الوجدان بالعمل الجماعي وبالجلسة الأسرية، وغذينا أيضا النفس بالهوايات اللي يمارسها الطفل كالتلفزيون والألعاب الإلكترونية. ولما يتغذى الكل نعيش هذا التوازن المميز، ونخرج من الحجر المنزلي إلى الحجرة المنزلية الدافئة الرائعة نحو أسرة سعيدة قوية متماسكة. هذا ما نرجو أن نخرج به من هذه الأزمة، أن نكون أكثر قوة أكثر سعادة بإذن الله بجهودكم وجهود الجميع. سنلتقي معكم إن شاء الله في بث آخر وفي موضوع آخر، حاول قدر الإمكان أن أختصر حتى لا أطيل عليكم. سجلت في البداية فيديو حتى أعرضه عليكم، وكان طويل نوع ما، ويعني كان صعوبة تحميله، فكان هذا البث سريعا. تأخرنا عليكم دقائق معدودة فنعتذر لكم. شكرا لمتابعينا الكرام، شكرا لمؤسسي هذه الصفحة للأستاذ عز الدين زحوف والأستاذ مهدي رمضاني، وشكرا جزيلا لأخي فيصل لوري على تنسيقه وعلى خدماته الإلكترونية التي يتحفنا دائما بها. ونلتقي بكم في يوم آخر في بث آخر ومع درس وكلمة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.